النووي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندنا النبي صلى الله عليه وسلم مبدل على احترام التقليد. نعم. الرواية التي ذكرت هذه ليس فيها هي ترفع مكان النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام ما عندوش نقل عنه بشر. قل إنما أنا بشر من ويقول صلى الله عليه وسلم أنا سيد آدم. ويقول صلى الله عليه وسلم أنا بشر. طيب. أنسى كما تنسى. إذن تذكروني هذه الأحاديث وهذه الآيات القرآنية تدل دلالة واضحة على أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر غير أنه يوحى إليه عليه الصلاة والسلام. الأحاديث التي في مسلم وفي غير مسلم رحمة الله عليه هي للأسف تؤخذ من جانب أن النبي سباب لعان، هذا غير صحيح. نعم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لم أبعث لعان، والنبي عليه الصلاة والسلام جاء في صفته ليس باللعان ولا بالطعان ولا بالفاحش ولا بالبذل صلى الله عليه وسلم. نعم. هذا الذي يكتب باب من سبه النبي عليه الصلاة والسلام أو لعنه أو جثمه فله بأهل وليس بأهل، فتجعل له زكاة وطهارة. النبي عليه الصلاة والسلام ينظر في أحوال أصحابه فيجد بعض الصحابة قد لا يوصله عمله إلى مكان أو إلى منزلة معينة. يعني النبي عليه الصلاة والسلام حتى في أموره يقول إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، يعني يريد للمؤمن أن يكون في أعلى المنازل. فالنبي صلى الله عليه وسلم ينظر في أحوال أصحابه فينظر في هذه أن هذا له منزلة قد لا يبلغها إلا بأمر يفعله مثلا، وأن ذاك الصحابي في منزلة ويريد أن يقوم منزلة أخرى. فالنبي عليه الصلاة والسلام ينظر إلى أحوال أصحابه يتحرس فيهم عليه الصلاة والسلام. نعم. فهذا الدعاء أو هذا السب واللعن الذي حصل من النبي عليه الصلاة والسلام، يعني السب قصدك السب واللعن حصل من النبي صلى الله عليه وآله، تم يعني زكاة وطهارة. اي لكن هو سب وهو زكاة وطهارة لكي يرتفع هؤلاء الصحابة. لكي يرتفع. بس لحظة عيدها، لان شوي عندنا احنا المشكلة عندنا بالصوت. يعني النبي سب وزكاة ورحمة لكي يرتفعوا الصحابة كي يرتفعوا. نعم نعم نعم. النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال عائشة الله عنها قال يا عائشة أما سمعت ما شربت عليه ربي، فأي سب صدر من النبي كذا فهذه ليس كسب الآدميين فيما بينهم. سب النبي عليه الصلاة والسلام يختلف. سب النبي طهارة مغفرة بركة وغير ذلك وزكاة وغير ذلك من الأمور التي أخبرها النبي صلى الله عليه وسلم. يعني سب النبي يختلف على اعتبار أنه طهارة، صح؟ طيب شيخ أبو حسن أبو حسن تفضل رد عليه. يقول لك سب النبي يختلف طهارة، والإنسان إذا أراد أن يعني يرتفع يسب النبي فيرتفع. تفضل. يلا زاد فضلك، حياكم الله حاج وعد، الله يحفظكم. ابو عائشه اختنا، بس قبل ان يتكلم السيد، بس خل اسمع صوت الاخت الان. نعم الان الصوت تمام. اي الان تمام. تمام. اود ان ارد انا على ابو عائشه لو تسمح. ابو حسن بس اسمح لي شويه. اي تفضل يا اختنا، بس ده عالج الصوت. تفضل يا اختنا. نعم شكرا. الأستاذ أبو عائشة يقول أن سب النبي ليس كسبنا، لا أعرف، ولعن النبي ليس كلعننا، وأنه جالس يجمع نقاط لأصحابه، نقاط حسنات. يبدو أنهم عجزوا
عن تمثيل الإسلام بصورة سيئة وتطبيق قواعد الله سبحانه وتعالى وجمع الحسنات، فأصبح النبي يسبهم ويشتمهم كي يجمع النقاط. والله أنها أكثر حجة أضحكتني بالله عليك يا أبو عائشة. لا يا أختنا ليش تضحكين؟ يقول لك هو أنه يجون الصحابة النبي يسبهم يرتفعون، الله وكيلك سب الصحابة مثل هذا الرافع حتى يرفع الصحابة. يعني مثلا أرفع الصحابة عندهم من؟ أبو بكر. هذا ايش الشابع سب تلقاه، لأن النبي يرفع بي يسب 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 ويصعد يصعد، فسب الصحابة رفع. طب الله أختنا أنا حقيقة حيا الله السيد الحبيب سيد ميثم، حياكم الله حجينا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله. الله يبارك بكم ويحفظكم. طب أنا يعني أختنا الكريمة، أنا الآن يعني عقلي من لما يريد يستوعب شلون سب النبي صلى الله عليه وآله رفعه، وشلون إحنا إذا تأسينا بالنبي يصير دوني. مفروض إذا النبي سب يعني سنة النبي هي السب، فخلينا إحنا نسب فلان وعلام. أنا كنت سأقول سبقتني، كنت سأقول لأبي عائشة جعلك الله في قعر جهنم، لا تغضب مني لأني تأسيت بنبيك، هذه أولا، وثانيا أردت أن أرفعك قليلا لأني رأيتك في مكان جدا منخفض. أتمنى يعني هذه أسوة بالنبي أنت، مو يصير يا أختنا، مو يصير. تأسيت بنبيه يعني قاعدتهم أو باؤهم تجر وباؤنا لا تجر، أنا تأسيت بنبيه. إن كان عنده اعتراض فليعترض على نبيه ليس علي أنا. بقولك أنا ما أسبك، أنا إذا رفعك ليش أسوة بالنبي تقبل تفضل. لا أقبل. يقول لا أقبل أختنا، يقول لا أقبل تفضل أختنا والسيد بس خل، يقول ما أقبل ما أقبل تفضل. لا تقبل، أنا اقتديت بنبيك، كيف لا تقبل أمرا كان يفعله نبيك؟ أنا أشفقت على حالك ورأيت أنك بعيدا كل البعد عن النبي صلى الله عليه وآله وعن الله الواحد الأحد، فأردت أن أرفعك وهذا قولك. تفضل أستاذ أبو عائشة أجبني رجاء إذا أردت. تفضل يا شيخ أبو عائشة. هي أيضا دعت الله تبارك وتعالى، قالت اللهم إن من سببته فاجعله له زكاة ورحمة. تمام أختنا أنت. نعم اشترط. ألا نعم. يحق لي أن أضع شروط أيضا؟ اشترطت هي كما شارت نبيك. هي اشترطت والآن هي تدعو عليك في جهنم وبئس المصير، فماذا تقول له؟ أعتقد أني أجبت فقلت لا أقبل. لماذا لا تقبل؟ ولما تقبلها على نبيك؟ هي اشترطت. الجواب لا أقبل، انتهى الموضوع خلاص. لا أقبل زين، كيف تقبل على رسول الله صلى الله عليه وآله أن يكون ذلك زكاة ورحمة لمن سبهم مثل معاوية أشبع الله بطنه ومثل الرجلان الذين سبهما ولعنهما، وما تقبلهم؟ إذا قبلته عن رسول الله صلى الله عليه وآله فبالأولى أن تقبله من غيره، لأن الله تبارك وتعالى يقول لكم في رسول الله أسوة حسنة، فيتأسى بالنبي صلى الله عليه وآله. تفضل ابو عائشه. لماذا سكت يا ابو عائشه؟ او لسانك يصبح صليتا وطويلا على الامام علي سلام الله عليه، او على اهل البيت، او على الحسين سلام الله عليه، انا لا انسى لك ذلك ابدا، فارني لسانك الطويل هذا اليوم في هذه المساله. ابو عائشه، يبدو أن الأستاذ أبو عائشة فقد الوعي بعد هذه اللكمة القوية. طيب تسمعنا شيخ أبو شيخ عبد العزيز النووي؟ تسمعنا؟ سمعت تفضل. طيب أبو عائشة، الآن لإنسان أن يقول أنه التأسي بالنبي صلى الله عليه وآله يكون في كل الموارد،
صح انه نحن مثلا السنة عندما نتبع النبي صلى الله عليه واله نتبعه في كل الموارد، لماذا في هذا المورد لا نتأسى بالنبي صلى الله عليه واله؟ تفضل. لأني حاجوا على قلت لك سب النبي عليه الصلاة والسلام ليس كسب الأدنى. النبي عليه الصلاة والسلام كما قال في مسلم وفي البخاري وفي غيره شارطت ربي، هنا مشارطة. يعني النبي عليه يقول ماذا قال؟ قال إنما أنا بشر أغضب كما يغضب البشر، فأيما مؤمن سببته أو شتمته فجعلها يا ربي له كفار. هذا مشارطة بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين ربه عز وجل. أما يأتي إنسان ويسب إنسان نقول لا، هذا يعاقب عليه شرعا، يعاقب عليه. وأين العدل الإلهي عندما يسمح الله سبحانه وتعالى بأن يسب؟ عذرا أستاذ الكريم توقف لدقيقة، عذرا أبو عائشة رجاء أن توقف لحظة، لا تأكلنا بالكلام كما عودتنا، هنا نقاش وسجال بيننا وبينك، لذلك عليك أن تسمع كلامي أيضا رجاء. فأنت حاج وعد بارك الله فيك. رجاء أستاذي كريم اسمع ما أقوله، أين هو العدل الإلهي عندما يسمح الله سبحانه وتعالى بأن يسب نبيه ويشتم الناس بغير حق ويقول والله أنه نبي فعادي من الممكن أن يسب ويشتم، والإنسان العادي الذي يتأسى بالنبي الذي هو قدوتنا والذي أمرنا الله سبحانه وتعالى باتباعه عندما نتبعه ونفعل ما فعله نحاسب ونعاقب؟ هذه قسمة ضيزة أستاذي الكريم، نحن هنا لسنا للتهريج رجاء، إما أن تأتنا بأدلة علمية عقلية أو فلتزم الصمت رجاء، لكن لا تهرج هنا وتشتت عقول الناس وتأخذهم معك في طريق الضلال الذي أنت فيه. ما عندك محل في الجو. أين هو العدل الإلهي أستاذي الكريم؟ أنا من حقي كمخلوقة خلقني الله سبحانه وتعالى وقال لي إني عادل، أنا سأعدل بينكم، ثم يجيز ويبيح إلى نبيه أن يعيث في الأرض فسادا، وعندما أنا أفعل أمرا بسيط يحاسبني عليه. ألم يقول الله سبحانه وتعالى أن أصحاب العلم والشيوخ والذين لهم علم أكثر من العوام يحاسبون ضعفين، حسابهم مضاعف أستاذ الكريم، والأنبياء أكثر الذين هم أكثر علم من العلماء لأنهم صلة دقيقة أستاذ الكريم، علمهم مأخوذ مباشرة من الله سبحانه وتعالى، أي أنهم أعلم منا بملايين المرات، يسب ويشتم ولا يحاسب وأنا أحاسب. طيب